مرة تانية خلينا نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهاردة، ومع اختراع تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي فممكن تلجأوا له عشان تحلوا مشاكلكم، إن كان تحليها مع جوزك أو تحليها مع مراتك. ناخد الإجابات. طيب هنبدأ بقى من إجابات الناس. الأستاذ مازن الكلاوي عامل منشن لرند حسني بيقول لها لما اتخانق معاكي هعرض القضية على البرنامج، فقالت له لا يا عم ربنا ما يجيبش خناقة. احنا هنبقى اجابتنا معلش وحصل خير. احنا بتوع معلش. في استاذ علي سيد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو طبقنا الايه الكريمه ولا تنسوا الفضل بينكم لن نحتاج الى مصلح بشري ولا حتى الكتروني. والله عندك حق. جميل. متفق معايا والله. طبعا الاستاذ سعيد بيقول باختصار مش هيفهمها نهائي. كنا احنا مش فاهمينها هو يفهمها. عندك حق. يعني مش هرد عليك يا استاذ شاذلي، ولكن في استاذ ناصر ابو هوله بيقول الحل هو التفاهم بالهدوء، ولا بد من اي طرفين يتنازل حتى تهدأ الامور، ولكن التكنولوجيا لا تصلح في ذلك. انا برضو موافق يعني. فرحات عبد السلام بيقول صباح الخير عليكم، هو تطبيق ايه ولو في حب بين الاثنين صح الاختلاف ده مش هيطلع بره البيت شويه وهيتصالح. في استاذ محمد سامي بيقول حياتك بصمه تجربتك، بصمه كل تفصيلة عندك بصمة، والبصمة بتتكررش أبدا. طبيعتك أو طبيعتك كإنسانة مختلفة عن أي حد، ممكن تتشابهي لكن مش هتبقي بالملي زي أي حد تاني. تفاصيل حياتك مختلفة، حتى لو تقلك أنها حصلت مع سين أو صاد، شريك حياتك أو الشخص اللي مرتبطة بيه أكيد برضو مختلف ظروفه وتكوينه وشخصيته، ده أكيد. اللي بيحبه واللي بيكرهه، اللي بيسعده واللي بيحزنه أو بيضايقه، حتى الطريقه اللي بيعاملك بيها، وبالتالي ما ينفعش اخد تجربه حد او انقلها على حياتي، ده ما ينفعش. ما ينفعش اخد نصيحه، ده العيش اللي انا عشته ولا مر بتفاصيلي، واطبقها بعد كده كوبي بيست او اطبقها بالحذافير. حلو جدا ان احنا نشوف ونتعلم من تجارب غيرنا، والاحلى اننا ناخد اللي يناسبنا ونرمي اللي ما يناسبناش، نكيف الحلول دي على ظروفنا احنا، لان زي ما بقول انت بصمه ملهاش زي. يعني لقيت وقت منين تكتب كل الكلام ده يا استاذ محمد؟ حضرتك ينفع معاك التطبيق غالبا. طيب شمس النهار، لا طبعا، لان التطبيق مش هيحس بالمشكله، هي مش رياضيات، 1+1=2، كلام منطقي برضو. لازم يكون اللي بيحل المشكله عارفنا كويس وعارف مميزاتنا وعيوبنا عشان يعرف يحل. دي حقيقة. يعني لحد دلوقتي الاجابات تقريبا متشابهه، لسه مستنيين اجابات اكتر من حضراتكم. سؤال حلقتنا النهارده، مع وجود ابلكيشن بيشتغل كمصلح اجتماعي هتلجأوا له عشان تحلوا مشاكلكم، ان كان مع تحليها مع جوزك او مع مراتك او حتى مع زمايلكم او مع صحابكم؟ ده سؤال موجود على صفحتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، مستنيين اجابات حضراتكم.